العافية على زملائي داخل الاستوديو، وأكيد صباح الخير والعافية والمحبة على كل من يشاهد ويتابع قناة زاكروس الفضائية. عدنا وإياكم بفقرة جديدة من فقرات مطبخي، واليوم راح نتحدث ونتعلم طريقة عمل حلا دبي. مثل ما نعرف بالآونة الأخيرة كلش انتشرت هذه النسلة أو الحلا، اليوم راح نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال الشيف تمان. صباح النور، شلونك اليوم؟ الله يخليك، الحمد لله. الله يسلمك. علمنا طريقة التحضير، شلون راح تكون؟ شنو هي المواد؟ حلا دبي من اسهل الحلا الموجود. نعم. حاليا هو ترند. ترند، وين ما نروح حلا دبي. نعم، اي دبي. حتى الاسعار به متفاوتة وقاموا. نعم. نعم موجودة. حلا دبي متكون من الشعرية. نعم. وصلصة البستاشيو. نعم. والنستلة. حلو. اللي هي النستلة السائلة، وبعدين تتخلى بالبراد تجمد. الأساس بحلا دبي والميزها أكثر. نعم. أول نستلة تدخل بيها الشعرية. هذه ما صايرة قبل. إيه. إحنا متعودين إنه طعام برتقال أو فواكه أو من هاي الأشياء. أو كاكاو. الآن اللي اخترع هذه الفكرة خلاها مميزة بالشعرية وصلصة البستاشيو. اللي انطتها نكهة وطعم يعني مختلف جدا عن باقي النساتين. بس هذه لازم تتكسر القوام بعد، يعني أكثر أكثر. أكثر إيه أكثر نعومة. تمام. صحيح. إيش قد ما بيك؟ هذه عاد إيش قد ما بيك نعمة بيها. تمام. حتى تكون قوامها جيد. على طريقة عمل الحلا دبي يقدر أي شخص يسويها وين ما كان. نعم. بأبسط المواد وأبسط التكاليف. يعني ماكو داعي نشتريها هسه، كلش غالية هي يعني. والناس تشتريها لأنه بعدها جديدة والناس ما تعرف طريقة عملها. اليوم راح نشرح لهم طريقة عملها بالضبط. بعد ما راح نخليكم بالتفاصيل. راح نوفر عليكم. وبعد تقدر أي مرة تسويها بالداخل البيت. أنا هسه إن شاء الله من أرجع البيت أسويها. إن شاء الله تضبطيها. موجودة طريقتين بحلا دبي. حلو، اللي هي خاصة طريقة عمل الشعرية. طريقة عمل الشعرية اكو يضيفولها يعني يخلوها بالفرن، واكو لا. هسه احنا هاي الطريقة راح نسويها. نعم. ما راح نخلي الشعرية بالفرن. لا عادل. ما راح نحمصها، راح نكون فقط يعني هسه هذا كافي. لا بعد يراد لها تنعيم. نعم. خلينا عملك. ايه. نعمي وياي حتى من تروحين بالبيت اسويها واقعد اتفيك على سويت بيج وبيعي حلا دبي. اقول سويت لكم حلا دبي. بعد ايش تردون؟ هسه نبلش بالخطوه الثانيه. نعم. اللي هي صلصه البستاشيو اللي هو الفستر. حلو، هاي بعدين هيك يعني؟ نعم. طيب تقدر تقول لنا صلصه البستاشيو من شنو تتكون؟ فستق فقط. زبده الفستق. نعم، فستق حلبي، مو الفستق العبيد، لا، فستق الحلبي. نعم. نعم. طيب هسه راح ندمجها. اي دمجيها. هاي لعبتي. لازم تكون الدمج بصوره صحيحه. انا علي اقدر عليه ولا؟ يلا خلينا نشوف. اوكي. من الاخير حتى يكون قوامها جيد جدا. يمكن قليله لو يحتاج لها تخفيف، بس بالبدايه مزجيها زين. صح حتى اسوي. نعم. عاشت ايدك. كسلت ايدك. عاشت ايدك. نضيف لها. حلو، نضيف لها. شفنا القوام انه تحتاج، لان احنا ضفنا كميه من الشعريه. طيبه. طيب. جدا جدا طيبه. هسه رجع خلطيها. نعم. عاشت ايدك. عاشت ايدك. لازم تماسكيها بصوره صحيحه تتكون الشعريه والصلصة البستاشيو. نعم. من دمجة سوا. حلو. تمام. هسه شلون يعني داعره؟ عشان هسه خلينا انا اجرب حظي. اوكي يلا. هسه بعد ما دمجناها. نعم. وصارت بالقوام اللي نريده، اللي هو عزيزي المصور هذا القوام. نعم. هذا القوام جيد جدا، واكو ناس تخففها اكثر. ها. نعم. حلو. تصير خفيفة. طيب أكثر. هو شنو أكثر شيء مناسب؟ هسه احنا ايش نحتاج؟ نعم. نحتاج إلى كيس نضيف به هاي الصلصة. اها.
بعد ما كملنا صلصة البستاشيو والشعرية نعم. نجي للخطوة الثانية. أول شيء قبل الخطوة الثانية لازم نشيل ذني. حلو. طلع هن. نحتاج هذه. نعم. خلينا. هسه شنو راح نسوي؟ نجيب هذا القالة. نحتاجه راح نخليه هيك. نعم. نحتاج هاي الأكياس. هاي شنو راح نستخدمها؟ نستخدمها صراحة. البستاشيو يمكن. هذه نعم. المستلة وصلصة البستاشيو راح نخليهن هنا. نعم. يتسهل علينا طريقة شغلنا. ناخذ الصلصة. نعم. نخليها هنا بهاي الطريقة. تمام، شوف انت ايش قد الكمية اللي تريدين تخليها. نعم. للسادة المشاهدين. صحنا هاي الكمية نكتفي بها. نعم. نجهزها نخليها هنا، تمام؟ اوكي. هسه اجى وقت النستلة. النستلة وين؟ النستلة ما افتقدناها اليوم. مفترضين بيها هنا. اوكي. ومغلق لانه النستلة تجمد. صحيح. فلازم يكون غطاء محكم لها. هذه نستلتنا. تكون بهذا القوام. لازم اهم شيء تهتم بنوعية النستلة وجودتها. نعم. نخلي النستلة ياخذ القالب لازم قراره. نعم. تمام. هاي الطريقة. اوكي. بس احنا بهاي كملنا الخطوة الأولى. لازم ايه الخطوة الأولى. نعم. من النستلة. لازم نكون مغطين أكبر جزء ممكن من القالب حتى نعم. تطلع بالشكل اللي احنا نريده. نعم. تمام؟ هذه النستلة بعد ما كملناها هسه ننتظر النستلة تنشف. بعد ما تنشف النستلة شوفيها سيء شوية جفت. نعم. هذا المنظر قاسي شوي على المشاهدين. اي كلش قاسي. بعد ما نزلنا نعم. النستلة صارت عندنا بهذا الشكل هذا القوام. نعم. هم نخليها شوية تبرد حد ما تتماسك وتكون القالب مالته واضح بشكل جميل. نعم. يعني بحيث مثل ما نقول احنا عندنا مثل العين تاكل. اي عافية. فهو لازم نعم. ايه يكون شكلها عاشت جميل. عاشت ايدك مبينة هي شغل مرتب. هسه احنا نقدر نشتغل هسه هي حاليا جمدة. حلو. تمام؟ نعم. نجي بكل مكان اللي احنا اشتغلنا به. نعم. نخلي البستاشيو. البستاشيو. تمام؟ حلو. هاي الطريقة. طريقة واكو طريقة ثانية. نعم. اللي هي تديرين على جميع الأماكن الموجودة. نعم. بالنستلة. بس هاي الطريقة يعني راح تسبب لك خربطة هيك. لا راح تسبب لك إنه النستلة من راح تلزميها أول ما ترفعين النستلة تطق. نعم. بالإيد. نعم. يعني تنكسر. فهذه الطريقة أفضل طريقة لطريقة القالب. نعم. هذه الطريقة من أحسن الطرق. بس احنا سريع انت ما شاء الله هي شغلة بالطريقه الاسرع ولكن احنا نريد المشاهد يستفاد بالضبط ويستمتع ويانا يستمتع ويشوف الطريقه اللي اسهل له خاصه انه تدرين انت بعض النساء تريد تحب تشتغل هاي الشغلات بالمنزل فهذه الطريقه اسهل طريقه واحسن طريقه لاي واحد يقدر يشتغلها وانا افضل هذه الطريقه لانه بالايد ويعني احنا سهله جدا سهله جدا هسه نرجع مره ثانيه نخلي النستله خلي النستلة نعم تضغط هاي الطريقة هاي أنا بعد عشوائي عادي هم يكون قياسات تمام حلو لازم إنه تكون متساوية ومتغطية متساوية ومتغطية نعم خلينا نخلي بعد تعال جيب النستلة يلا يلا خلينا شغلك اليوم ما اشتغلتي يلا دير النستلة هنا بس ها مهات البيت لازم ينتبهن انه يلزمنها من جوا حتى لا تروح النستلة بالقاع. لا اهم شيء النستلة. عاشت ايدك كافي. هاي الكمية كافية. نقدر نمسكها بهذه الطريقة. اوكي. ونرجع نكمل الطريقة اللي اشتغلنا بيها. هسه تقريبا كملنا احنا. احنا كملنا حاليا. نرجع لهذا المكان ايضا. هذا القالب
هذه أسهل طريقة لعمل الحلا دبل. نعم. تمام؟ بس احنا كملنا جهزنا تقريباً. جهزنا الحلا دبل. هسه راح آخذ هذا القالب. نعم. أوكي. هذا بعد ما جهزناه راح أنظفه طبعاً بعد. أكيد. أفضل. ما يصير هيك يخلي. نعم. راح آخذه للبراد. واجيك ورا شوي. أوكي. تمام؟ بالتأكيد مشاهدينا الكرام ناخذ فاصل وأكيد راجعين وإياكم. وين صار تمار؟ اجيت وجبت لك احلى حلا دبي. هلا بيك. بعد ما خليناه بالبراد وجهزناه عاشت ايدك. صار بهذا القوام. نعم. الجد اللذيذ. وادري بيك انت متحمسه. متحمسه اتذوقها. تتذوقها. نعم. بس خلي اجيب التختي. طيب يلا. حتى نظلمها. جبنا معدات الحر. حلو. هاي معدات حربيه. هذه خلصنا منها. هذه خلصنا منها. نعم. هذا اني ننزل عن هنا. نجيب هاي الحلا دبي. نعم. انا طبعا سويت خدعه انت ما شفتيها. اي شلون لعج؟ عجب ما قلت لي. طبعا مثل ما تشوفوا مشاهدينا ضاف لها هاي سر الوان زينه. وابد ما راح اقول لك عليها. ليش؟ متابعينا. لا ما يصير. عاشت ايدك. شوفوا شلون صارت هذا القوام. طيب هسه خلينا نذوق. تذوقين؟ اكيد. ما يصير. انت مسويه دايت؟ لا لا ماكو دايت. نسويها ان شاء الله. هاي الحركه الشهيره. طبعا صارت هذا القوام جدا لذيذه وكل مكان موجوده بها الصلصه. عاشت ايدك. والطعم جدا رهيب. ذوقوا وياي على الواتس. انصحكم. جربوها. تجنن. والله جدا لذيذة. طيب شكرا لك تمر. الشكر لك موصول والجميع. تعبناك اليوم. قناة زاك روز بالخدمة تدللون. والشكر موصول ايضا للزميلات والزملاء الموجودين داخل الاستديو. ان شاء الله نكون موفقين بهذا الطرح. ان شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم. نعم شكرا لك. لا تدللين. بالتأكيد مشاهدينا الكرام بهنا تنتهي فقرتنا لليوم. وارجع اشكر تمار وايضا زملائي خلف الكواليس. وايضا نشكر مدينه المنوى السلوى على حسن الاستضافه. الى اللقاء. باي باي. باي باي.